الحمايه ديال التراث الوطني كيبدا بالطبع على الصعيد الوطني، وفي اطار الشراكه اليوم عندنا مع الوزاره وممثل السيد الوزير وبالطبع الاولمبيك اللي حاضرين معنا اليوم، الهم ديالنا هو اترافير الاولمبيك ان شاء الله باذن الله غننتقلوا كذلك للحمايه على الصعيد الدولي، لان الاولمبيك كما كتعرفوا السيد الوزير يتكلم على هذا الموضوع عندها علاقه مباشره مع الاولمبيك اللي حاضره في جنيف، و يعني دزنا واحد المجال ثاني كتعرفوا بان سابقا الوسيله الوحيده اللي كانت عندنا للتعريف بتراثنا المادي وغير المادي كانت هما المؤسسات الدوليه اللي هما اليونسكو او اليتيسكو، اليونسكو كمؤسسه دوليه واليتيسكو كمؤسسه نقدر نقولوا اقليميه او جهويه. اليوم اخترنا واحد المجال ثاني في اطار ما نعيشه من تطورات على الصعيد الدولي من محاوله الاستغلال لبعض المحاولات الدوليه او حتى لبعض الدول للاسف باش ندوزوا على حمايه اخرى اللي ماشي غير فقط غتعرف التراث ديالنا ولكن غتحميه هذه المره بطريقه قانونيه عكس المؤسسات اللي تكلمت عليهم قبيله اللي هما كيعترفوا فقط بالتراث المادي او الغير مادي. اليوم كنتكلموا على الحمايه القانونيه وهذه مرحله من المراحل اللي بديناها هذه سنه ونصف تقريبا، لان كل يعني هاد المآثر التاريخية اللي كنتكلموا أو التراث الغير مادي المغربي، فالحماية ديالو القانونية أولا خصنا نعرفوه قانونيا ما هو التراث الغير مادي، وهذه عملية اللي خصها شؤون ديال الوقت لأنها كتكون هناك نقاش مطول مع المعنيين بالأمر، إذا تكلمنا على الزليج مثلا يكونوا المعلمين أو المجالات الأخرى، فهاد العملية اليوم هذه بداية أو مرحلة ثانية بعد الانطلاق ديال لابيل الماروكي اللي عقدتوا عليه كنا تكلمنا عليه هذه السنة تقريبا أكثر من سنة ونص، اليوم هذه مرحلة ثانية بهذا الاتفاق اللي درنا اليوم مع الأولمبيك، كنعتقد بأن ستة ديال لي زيليمون اللي تحطوا اليوم بطريقة رسمية، وبالطبع المجال كبير بالنسبة للتراث الغير مادي المغربي كيف ما كتعرفوا، يعني غيكونوا ضد زيليمون إن شاء الله اللي غيتم التسجيل ديالهم، غير دائما نذكر مرة أخرى أن هذا المجال ديال التراث الغير مادي هو بالطبع القطاع ديال الثقافه المعني بطريقه مباشره، كذلك القطاع ديال الصناعه التقليديه، وبالخصوص المعنيين بالامر المعلمين. المعلمين هم واحد يعني نقطه ضروريه في هذه العمليه، لان في الاخير هما اللي كيعرفونا بهذاك السواق في هذاك المجال كيفاش يولي عنده واحد المفهوم قانوني، لان الدفاع عليه كيفاش غندافعوا مثلا على الكسكس المغربي، علاش كيغيروا من 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 الكسكس الاخر؟ كيفاش غنعرفوا بالزليج قانونيا؟ كيفاش نعرفوا بالزليج الفاسي؟ يعني هاد المجالات خاصهم شويه ديال العمل، عمل تقني مع مختصين في هذا المجال، هذه اول تجربه نقدر نقولوها حتى على الصعيد الدولي، لان باش درنا واحد البنش مارك على الصعيد الدولي، لقينا بان هذا المفهوم ديال لابيل في المجال ديال التراث الغير مادي غير معترف به قانونيا، فحتى مع علاقتنا مع الاوروبيين اللي غاتطور وهما مستعدين نشوفوا التجربه الدوليه، باش انا ذاك يولي هذا الاعتراف على الصعيد الدولي ونقدروا نحاميو قانونيا على التراث المغربي. اتفاقية مهمة ومهمة جدا في إطار حماية التراث المغربي العريق. هذا التراث اللي كيعرف بعض الأحيان بعض الهجومات أو بعض الهجومات كاينين واش ناجحين ولا ما ناجحينش في حالة أخرى، وأيضا كيعرف بعض الناس المقاولات اللي كيبغيو يستافدوا منه بصفة مباشرة دون احترام الأصل الوطني والمعرفة التاريخية ديال المعلمين وديال بعض المناطق ديالنا بالنسبة كانت تراث طبيعية أو ثقافية إلى آخره. اليوم المغرب كيتوفر على أدوات وعلى مؤسسة اللي عندها اعتراف عالمي في حماية العلامات وفي حماية أيضا بعض الرسوم الهندسية والرسوم الثقافية، وغنستافدوا وغنشتغلوا بهذه الأداة اللي معترف به عالميا اللي هو أول مركز مصنف تقنيا بالقارة الإفريقية باش نقويو الحماية ديال التراث ديالنا أولا، وثانيا باش نسجلوا هاد التراث وهاد الرسوم وهاد الميزة ديال التراث ديالنا قانونيا في المجال الدولي، وثالثا باش نعرفوا هاد الأداة اللي هو مهم ومهم جدا لكل الفاعلين كانوا فاعلين عموميين في إطار الحماية الجماعية ديال هاد التراث أو خواص أيضا اللي كيبدعوا في هاد المجال، باش يمكن لهم هما
ممكننا حنا كدولة وكوطن نستافدوا ونقويوا الاثار والانعكاس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ديال التراث ديالنا على الفاعلين ديالنا ونحميوه من كل الهجمات. انا نضيف واحد الحاجه، حنا هذا طلب لكم تخرجوا دابا بمقالات كنفكروا بان الحكومه اليوم الدوله بهذا الاتفاق حطينا دابا الاليات للمعنيين بالامر باش يدافعوا على الرسوم، لان الشريك الاساسي في هذه العمليه بالطبع هما المعلمين. لابد ان تكون هناك واحد التعبئه باش نفسروا بان وحضور ديال السيد الوزير والرساله ديالو واضحه في هذا المجال، الوزاره الثقافه معنيه بالحفاظ او الدفاع على ذاك لو سافوار فير ديالنا، ولكن تعرفوا بان المعلمين كيعيشوا بهذه العناصر التراثيه اللاماديه، وهذا الشيء يعني اجرى به العمل. اليوم هذه الحمايه على الصعيد الوطني بالخصوص على الصعيد الدولي هذه هي المرحله اللي مهمه جدا، لابد ان يكون هناك واحد التعبئه باش المعنيين بالامر يعني يعرفوا بان هناك اليات اليوم للحمايه على الاعمال اللي كيقوموا بها. طبعا هذه النقطه مهمه جدا، يعني بغينا نطوروا الاقتصاد ديالنا في هذا المجال، ولو يعني القطاع الثقافه غير معني به بطريقه مباشره، ولكن احنا معنيين به كمغاربه. اذا بغينا نطوروا هذا المجال الاقتصادي لابد ان يكون هناك تعبئه من طرفكم باش يكون واحد التواصل مع المعنيين بالامر باش يعرفوا بان هناك اليات للدفاع عن هذه العناصر التراثيه. هذه النقطه مهمه ونحتاجكم بالطبع باش نوصلوا هذا الرساله. ومع العلم ان وزاره الثقافه هي الحاضنه لهذا التراث بصفه جماعيه، يعني كل ما نمتلكه جماعيا غتقوم وزارة الثقافة مع الوزارة المعنية مع المكتب بتسجيله. ما يمكنش شي معلم بصفة شخصية يجي يسجل تراث جماعي، هادشي اللي نحافظوا عليه بالآليات، ولكن إلا كان إبداع وابتكار يبغى يسجلو وقام به كمعلم شخصي المكتب أيضا، وهاد الاتفاقية كتمنحنو الإمكانية باش يسجلو.